اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم الاربعاء 17 فبراير 2021، الموافق 5 رجب 1442 هجري. احنا الان في التشابتر 6 اللي هو له علاقه بالثيرمو كيمستري اند ثيرمو داينامكس. وقفنا في المحاضره السابقه، احنا كنا في المحاضره الماضيه كنا نتكلم عن الـ change of enthalpy، وفهمنا شو يعني change of enthalpy، عرفنا ايش يعني enthalpy، وعرفنا انها هي state function، وكيف نحسب الـ change of enthalpy اللي هي العلاقة ما بين الـ internal energy زائد مقدار الشغل سواء done by the system or done on the system. حاصل جمعهم الـ combination بعطينا قيمة التغير في المحتوى الحراري أو التغير في الـ enthalpy، وقلنا انه هذا التفاعل بصير أو احنا بنحسب قيمة الـ enthalpy at constant pressure، فلذلك هي مقدار الحرارة اللي بنقيسها مع ثبوت ايش؟ مع ثبوت الضغط. دلتا اتش تساوي كيو بي اللي هي الهيت at constant pressure، الهيت at constant pressure. وتكلمنا عن اشارتها، قلنا اذا كانت التفاعل endothermic reaction بتكون اشارة الدلتا اتش positive، whereas if the reaction is exothermic حتكون الساين اوف دلتا اتش از وات is negative، زيها زي قيمة زيها زي الإشارة تبعت الكيو بالضبط زي إشارة الهيت. وقلنا إنه الدلتا اتش تساوي اللي هي الاتش للبرودكت ماينس الاتش للرياكتانت. وحلينا السؤال هذا المرة الماضية، وقلنا إنه كمية الدلتا اتش مقدار الدلتا اتش directly proportional with the quantity of ايش of substance، مع كمية المواد المتفاعلة. إذا أنا كمية المواد المتفاعلة بتزيد، قيمة الدلتا اتش اللي بتنتج من هذا التفاعل راح تزيد، والعكس صحيح، إذا أنا قللت المواد المتفاعلة قيمة الدلتا اتش راح تقل. وهذا اللي فعلا احنا أثبتناه المحاضرة الماضية لما قلنا احنا كان عندي أنا 1 مول من غاز الميثين أعطاني مقدار حرارة قيمتها 890 كيلو جول. طبعا هنا الماينس هاي فقط عشان يبين انه تفاعل ايش؟ اكزوثيرميك. ليه؟ لأنه أنا كان عندي تفاعل احتراق، عملنا بيرنينج كومبشن رياكشن. الآن لما قللنا الكمية، أنا أخذت 5.8 بالعشرة حولناها لعدد مولات، صار عندي عدد المولات أقل 0.36، قل عدد المولات. أنا كان عندي 1 مول، الآن عدد المولات قل. فلما حسبنا الدلتا اتش عملنا نسبة تناسب، طلعت القيمة كم؟ 320 كيلو جول، يعني القيمة إيش مالها؟ قلت. فهاي النقطة مهمة جدا. واخر شيء كان عندنا تفاعل اللي هو احتراق غاز البروبين، قلت لكم احسبوه واشتغلوا عليه لحالكم، هذا حلوه تدريب، وهذا كان الواجب اللي يعني مش واجب، كان هاي قيمه الجواب اللي لهذا السؤال كتدريب لكم. اتمنى انكم حليتوا جميعكم، حليتوا هذا السؤال لحالكم بالبيت، وطلعت عندكم القيمه 252 اعتقد حتى 0.3 كيلو جول لهذا التفاعل. هذا كل ما احنا اخذناه يعني وصلنا له احنا المحاضره الماضيه. طيب الان السؤال، كيف انا بستطيع اني احسب قيمه الانثالبي او تشينج اوف انثالبي او مقدار الحراره التي تصاحب اي تفاعل كيميائي اكسبيرمنتالي؟ كيف بدي احسبها انا اكسبيرمنتالي؟ وي كان دو ات باي يوزنج كالوريمتري. في عندي انا نوع من انواع العلوم او الساينس اسمه كالوريمتري. شو اسمه؟ كالوريمتري. الان انا من خلال الكالوريمتري، اوكي، من خلال الكالوريمتري، طبعا هنا كالوري اللي وحده الطاقه، كالوري يا بناتها، كالوري هي عبارة عن وحدة طاقة، ومتري اللي هي قياس، يعني معنى ذلك انه انا هذا عبارة عن طريقة او ميثود او ابروتش، وي كان فروم ذس ابروتش كالكوليت اور استيميت اور ايفالويت ذا هيت اوف رياكشن. انا بستطيع اني احسب مقدار التفاعل، حرارة التفاعل، الهيت اوف رياكشن، الهيت اوف رياكشن اكسبيرمنتالي ان ذا لاب باستخدام ميثود اسمها الكالوريمتري. اسمها ايش؟ الكالوريمتري. فلذلك من خلال الكالوريمتري بستخدم انا جهاز، شو بدي استخدم؟ جهاز او اداه اسمها كالوريميتر اللي هو المسعر الحراري. كالوريميتر، كالوريميتر. وي هاف تو تايبس اوف كالوريميتر. النوع الاول بسموه كافي كاب كالوريميتر، مسعر فنجان القهوه، كافي كاب كالوريميتر. طبعا هذا الكافي كاب كالوريميتر انا التفاعل بعمله مع ثبوت الضغط ات كونستانت بريشر. At constant pressure احنا بنعمله مع ثبوت ايش؟ الضغط. في عندي نوع اخر بسموه pump calorimeter، مسعر القنبلة، pump calorimeter. هذا النوع احنا بنعمل التفاعل at constant volume، يعني انا لا بصير لا عندي لا expansion ولا compression، اوكي، الحجم بضل ايش؟ الحجم ثابت، يعني لا عندي يعني V volume is constant. يعني لما، طب انا اسألكم سؤال بنات، بدي حدا يجاوبني، لما نحكي ال volume is constant، اوكي، معناته دلتا V is equal what؟
مين تحكي لي؟ لما نحكي الكون الفوليوم از كونستانت، معناته الدلتا في از ايكوال وات؟ جاوبوني يلا شوف مين شاطر هيك تجاوبني الصبح. زيرو. زيرو يا عيني عليك، انه يعني الدلتا هي عباره عن الفاينل ناقص الانيشال. طب انا الحجم ثابت، معناته في 2 حتساوي الفي 1، يعني الفي انيشال حتساوي الفي فاينل، وبالتالي حاصل طرحهم شو حيكون يساوي؟ زيرو. فاذا انا لما اكون دائما الحجم عندي ثابت، معناته شو بدي يكون الدلتا في التغير بالحجم از ايكوال زيرو. فاذا انا لما بدي احسب الهيت اوف رياكشن، الهيت اوف رياكشن اور الهيت اسوسييتد وذ ا كيميكال رياكشن، الحراره التي ترافق حدوث اي تفاعل كيميائي، سواء كان هذا التفاعل اندوثيرميك او اكزوثيرميك بغض النظر، كيف انا بدي احسب هاي الحراره اكسبيرمنتالي؟ من خلال الكالوريمتري. انا في الكالوريمتري بدي استخدم جهاز، هذا في عندي نوعين من الكالوريمتر اللي بدي استخدمهم، اما بعمل التجربه بثبوت الضغط ات كونستانت بريشر بسموه كافي كاب كالوريمتر، او بعمله بثبوت الحجم بنسميه ايش؟ بامب كالوريمتر. شو بنسميه؟ بامب كالوريمتر. طيب انا بدي اسالكم سؤال اشوفكم برضو متابعين معي ولا لا. لما احنا نعمل التفاعل ات كونستانت بريشر، معناته الهيت اللي انا بقيسها شو بنسميها؟ ايش بسميها؟ يلا بثبوت البريشر شو بنسمي الهيت في هاي الحاله؟ يلا بنات شو بنسمي الهيت؟ انثالبي. الانثالبي، احسنتي، اللي هي بنسميها كيو بي. هاي معناته لما يكون انا عندي كونستانت بريشر، معناته انا بنات احنا بنقيس كيو الحراره، احنا بنقيسها بكيو. لما انا اعمل التفاعل ات كونستانت بريشر، معناته انا اللي بدي اقيسه هو كيو بي. طب الكيو بي ايش اسمها احنا سميناها؟ اللي هي تشينج اوف انثالبي. واضح شو سميناها؟ تشينج اوف انثالبي. هاي سجلوها عندكم ملاحظه. طيب الملاحظه الثانيه، لما احنا بدنا نعمل التفاعل ات كونستانت فوليوم، شو بنسمي الحراره في هذه الحاله؟ كيو ايش؟ كيو في. ايش بدنا نسميها؟ كيو في. انا هون لما ات كونستانت فوليوم الحراره اللي بدي اقيسها اسمها كيو في، مش كيو بي. كيو بي لما كانت كونستانت بريشر. انا الان عند ثبوت الحجم كيو في، وبنات كيو في هي تعادل او تكافئ اللي هي الدلتا اي، تشينج اوف انترنال انرجي، تشينج اوف انترنال انرجي. معناته انا لما بستخدم الكافي كاب كالوريمتر الحراره اللي بقيسها هي عباره عن تشينج اوف انثالبي، لكن لما بستخدم انا البامب كالوريمتر الحراره اللي بقيسها اللي هي كيو في سميناها انا اللي بقيسها اللي هي تشينج اوف انترنال انرجي اللي هي دلتا اي. شفنا كيف؟ يعني المعطيات اللي بحصل عليها حتكون ايش؟ مختلفه. طيب عشان انا اعمل هذا الكلام، اعمل هذا الكلام عشان اطبق الكالوريمتري اللي حكينا عباره عن ميجرينج اوف هيت او هيت ميجرينج بقيس الحراره، في عندنا ديفينيشن مهم او في عندنا خاصيه مهمه بسموها سبيسيفيك هيت كاباسيتي. سبيسيفيك هيت كاباسيتي، الهيت كاباسيتي معناتها السعه الحراريه سبيسيفيك الخاصه، اوكي، والحراره النوعيه، يعني الحراره النوعيه سبيسيفيك هيت كاباسيتي. شو تعريفها السبيسيفيك هيت كاباسيتي؟ هي انرجي ريكويرد to rise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. يعني معنى آخر، لو أنا آجي أخذ 1 جرام، ما 1 جرام من أي مادة شو بتخطر على بالك؟ ميثين، إيثين، H2O، N2، حديد، كربون، خشب، أي شيء، أي مادة بتخطر على بالك، أي مادة، بس شرط أخذ منها كم؟ 1 جرام. الآن الحرارة او الطاقه اللي بتلزمني عشان ارفع درجه حراره هاي الماده اللي انا اخذت منها 1 جرام، درجه مئويه واحده، يعني على فرضا لو كانت هي حرارتها الابتدائيه 30 بدي ارفعها ل 31، من 30 ل 31 انا بحتاج الى طاقه، صح؟ كم شو مقدار هاي الطاقه اسمها شو بسموها؟ بسموها سبيسيفيك هيت كاباسيتي. ايش بسموها؟ سبيسيفيك هيت كاباسيتي. شو الوحده تبعتها؟ بما انها طاقه، اذا الوحده عندي انا بالجول، لكل درجه بير سيلسياس، طبعا انا عندي لكل جرام مضروبه في جرام، اذا انا عندي جول بير سيلسياس جرام، اوكي، او جول بير كيلوغرام بير كلفن جرام، بير كلفن جرام. طبعا اذا بدي الحراره، يا الحراره بخليها بالسيلسياس او الحراره شو بعملها بالكلفن، ما هي مش هتفرق معي، لان انا بالنهايه بدي ارفع الحراره درجه مئويه واحده او درجه واحده، يعني الدلتا تي هيكون لازم يساوي واحد، صح؟ الدلتا تي تساوي واحد، فحاصل الطرح سواء انا كانت عندي الحراره بالسلسياس او بالكلفن، المفروض الفرق بيناتهم شو يكون؟ درجه واحده، درجه واحده. طيب اذا انا حكيت مولر هيت كاباسيتي،
مولر، لان انا بديها لكل ايش؟ بدي الحراره لكل من اسمها لكل واحد مول. اذا هي الانرجي ريكوير تو رايز ذا تمبرتشر اوف 1 مول للسبستنس باي 1 ديجري. فصار ايش عند اليونت؟ جول بير ايش؟ بدل ما نحط جرام شو بتصير؟ سلسيوس مول او بير كلفن مول. اذا بدي الحراره بالكلفن بتصير بير ايش؟ كلفن مول. واضح يا بنات؟ طبعا في عندنا جداول كل ماده انا حكيت لكم هاي السبيسيفيك هيت كاباسيتي زي البصمه زي الفينجر برنت. انا بصمتي غير عن بصمتك، بصمه ايدي، بصمه الاصبع تبعتي. كل ماده عندها قيمه خاصه فيها في السبيسيفيك هيت كاباسيتي. ماشي الحال؟ طبعا بنات هلا بيجي حدا يسالني دكتور شو الرمز تبع السبيسيفيك هيت كاباسيتي؟ شو الرمز؟ احنا مثلا الانفل بيعطينا الرمز دلتا اتش صح؟ الانترنال انرجي اعطيناها رمز دلتا اي او تشينج اوف انترنال انرجي. طيب دكتور السبيسيفيك هيت كاباسيتي شو الرمز تبعها؟ اللي هو اس، جاء من اول حرف اس كابيتال. اذا الاس كابيتال هي السمبل او الرمز تبع السبيسيفيك هيت كاباسيتي. معي انتو؟ كل متبع معي يا بنات؟ كل متبع معي؟ ايوه اي نعم. اذا الاس، الاس هو عباره عن الرمز تبع السبيسيفيك هيت كاباسيتي. يعني لما نجي نحكي الورك شو الرمز تبعه؟ دبليو، الحراره كيو. اوكي، فاذا كل شيء له رمز. فاذا انا الاس هي الرمز تبع السبيسيفيك هيت كاباسيتي، وحنلاحظ انه كل ماده عندها سبيسيفيك هيت كاباسيتي خاصه فيها. اوكي، يعني وهاي السبيسيفيك هيت كاباسيتي يا بنات ايضا تتغير حسب الفيزيكال ستيت للماده. بمعنى هاي انا عندي H2O، بس H2O هون ايش عندي؟ بنو حاله ليكويد. شو هون عندي؟ ايضا H2O لكن سوليد يعني ايس. فحنلاحظ انه السبيسيفيك هيت كاباسيتي للماء للليكويد ووتر از ديفرنت ذان ذا سبيسيفيك هيت كاباسيتي فور ذا ايس ووتر او فور ذا سوليد ووتر. اوكي، القيم مختلفه. ليه؟ لانه الفيزيكال ستيت مختلفه، فالروابط الانتر مولكيولر انتر اكشنز حتكون مختلفه، فبالتالي مقدار الحراره شو بده يكون؟ اكيد مختلف. طب ماشي الحال. شوف هون عندنا الليكويد الالمنيوم الايرون الميركوري الكربون. نحفظش الارقام هاي، ما بنحفظها، تعطى لنا بالسؤال. تعطى لنا ايش؟ بالسؤال. دائما السبيسيفيك هيت كاباسيتي للمواد تعطى لنا هاي على اساس هاي كونستنت ثوابت، يعني كل ماده لها قيمه معينه. يعني انا يا بنات لو اخذ 1 جرام من الماء، اخذ 1 جرام من الماء وارفع درجه حرارته درجه مئويه واحده، بحتاج الى طاقه مقدارها 4.18 جول. لو بدي اخذ 1 جرام من الحديد، 1 جرام 1 جرام من الحديد وارفع وارفع درجه حرارته درجه مئويه واحده، افترض الحديد كان موجود على حراره 25 سلسياس، انا بدي ارفعه ل 26 سلسياس، كم طاقه بحتاج؟ 45% جول، مقدار بسيط. نفس الشيء مثلا الكربون بحتاج الى 71% جول عشان ارفع 1 جرام 1 جرام من الكربون درجه مئويه واحده، درجه مئويه ايش؟ واحده. مفهوم يا بنات؟ واضح؟ واضح يا بنات؟ واضح. زي ما حكينا هاي الارقام لا نحفظها. اي واضح. لكم بالسؤال، هاي الارقام ما بنحفظها، تعطى لنا ايش؟ في السؤال. طيب في عندنا هون شيء برضه بدنا نهتم فيه. هو انا كيف بعمل الكالوريمتري؟ كيف بقيس الحراره اللي مصاحبه للتفاعل؟ هو احنا اصلا اي تفاعل كيميائي شو بيبدا بايش؟ انا بدي اعمل تفاعل كيميائي، شو بدي اجيب؟ بدي ابدا التفاعل بايش؟ احكوا لي. بايش بدي ابدا التفاعل؟ عشان اعمل التفاعل كيميائي بايش بدي ابدا؟ رياكتنت. احسنت، شكرا لك. يعني رياكتنت انا بدي اجيب مواد متفاعله واعمل لهم ميكسينج، اخلطهم مع بعضهم البعض عشان يعطيني ايش في النهايه؟ برودكت. مش هذا التفاعل؟ مش هاي الكيمياء؟ مش هاي الكيمستري؟ مش هاي الكيميكال رياكشنز؟ صح ولا لا؟ انا عندي رياكتنت بخلطهم مع بعضهم البعض عشان يعطوني ايش؟ برودكت. شو يعطوني؟ برودكت. الان عطائي للبرودكت، كيف بينتج البرودكت؟ مش هيعلمونا في الجنرال كيمستري 1 انه انا عشان ينشأ برودكت الروابط اللي بتكون موجوده في الرياكتنت بصير فيها بريكش، تكسير للروابط وتكوين نيو بونز، روابط جديده عشان تعطيني البرودكت، صح ولا لا؟ هاي الطريقه. الان عمليه البريكج، تكسير روابط وتكوين روابط جديده، ايش بده يصير؟ شو بده يرافقها صاحبها؟ تغيير في الحراره، تغيير في الطاقه.
صح ولا لا؟ وبالتالي بيصير في تغير في الحراره، change of heat، تغير في الحراره. الان اذا 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 التفاعل لما انا عملته، اذا التفاعل انا عملته والمحلول اللي نتج عندي، المحلول اللي نتج عندي كان ادفى سخن او ارتفعت ادى ذلك الى ارتفاع درجه الحراره، ادى الى ارتفاع درجه الحراره، معنى ذلك انه هذا التفاعل شو بده يكون؟ شو بده يكون؟ بده يكون اكزوثيرميك، تفاعل طارد. ليش؟ لانه الحراره اللي كانت مخزنه في الرياكتنت وين طلعت؟ طلعت للخارج مع البرودكت، طلعت مع النماذج، فلذلك احنا بنشوف التفاعل ايش ماله؟ حامي، سخن، صار اكزوثيرميك. تمام؟ يعني مثلا زي تفاعلات الاحتراق، زي تفاعلات الاحتراق، انا على سبيل المثال لو اخذ مثلا بنزين او قطعه من الخشب او اي شيء واحرقها بوجود الاكسجين رح نلج الحراره. مش احنا بنستخدم التدفئه في الشتاء، كانوا زمان الناس تستخدم هاي المواد تحرقها عشان تتدفى في الشتاء تعطيني حراره، اذا هذا اكزوثيرميك رياكشن. لو اخذ مثلا الاسيد مع البيز، حمض مع قاعده، اخلطهم مع بعض في بيكر، واجي احط ايدي على البيكر حيكون حار جدا البيكر. ليش؟ طبعا البيكر هو السراوندينج، يعني خروج التفاعل، اوكي؟ هلاحظ انه صار حامي. ليه؟ لان الحراره خرجت، اللي كانت الحراره او الانرجي اللي كانت مخزنه في الرياكتنت طلعت للخارج مع البرودكت. طلعت مع مين؟ مع البرودكت. شو البرودكت؟ اللي هو الماء وثاني اكسيد الكربون، صح؟ في تفاعلات الاحتراق. اما مثلا لو في عندك حمض وقاعده، شو النتيجه؟ بيعطيني ملح ذائب وماء حراره. تمام؟ اذا دائما وابدا حطوها عندكم قاعده، اذا انا بخلط تو رياكتنتس او ثري رياكتنتس، اي مواد بخلطهم مع بعضهم البعض، تمام، وصار المحلول او الناتج للبرودكت اسخن وارمر، معنى ذلك انه هذا التفاعل شو بده يكون؟ اكزوثيرمال. طب لو بالعكس انا جبت ماده مواد خلطتهم مع بعض لكن صار المحلول اللي بده ينتج عندي بارد، شو بيعرف التفاعل هذا؟ اندوثيرمك. ليش اندوثيرمك؟ لانه هذا التفاعل عشان يصير رح يمتص الحراره، ياخذها من السراوندينج لوين؟ للرياكتنت، صح؟ من السراوندينج. فاحنا يعني بنات، احنا دائما لما بنتبع اي تفاعل احنا اللي بنقيسها بنقيس حراره السراوندينج، اللي دائما احنا بنقيسه بنقيس حراره السراوندينج. فبنلاحظ انه شو بصير في السراوندينج؟ حرارته بتبرد، المحلول او الناتج اللي عندي حتكون طاقته اقل. هذا هو هاي المقصود في الاندوثيرميك، صح ولا لا؟ هاي المقصود في الاندوثيرميك. فبالتالي الحراره التفاعل شو بصير؟ بصير بارد. فاذا احنا بنستطيع نحدد نوع التفاعل، هل هو اندوثيرميك او اكزوثيرميك، من خلال الفيزيكال اوبزرفيشن، المراقبة الفيزيائية. شو يعني physical observation؟ إني أنا مثلاً بدي أشوف كيف بتغير temperature، كيف بتغير pressure، كيف بتغير الحجم، هذه عبارة عن physical condition، ظروف فيزيائية. فأنا هون بتكلم عن كالوريمتري، عن حرارة، بتكلم عن إيش؟ عن كالوريمتري، عن حرارة. فلذلك إحنا بنتبع درجة الحرارة، كيف تغير درجة الحرارة. إذا solution ناتج التفاعل صار warmer، يعني شو يعني warmer؟ سخن، يعني حرارته ارتفعت، معناته ذلك أن التفاعل exothermic، والعكس صحيح. إذا برد المحلول معناته التفاعل شو بده يكون عندي؟ من نوع اندوثيرميك. واضح يا بنات؟ واضح. طيب الان هاي الكالوريمترز اللي احنا بنستخدمهم، زي ما حكينا احنا عندنا تو تايبس اوف كالوريمترز. النوع الاول اللي هو بسموه كافي كاب كالوريمتر، مسعر فنجان القهوه، اللي هذا التفاعل بعمله انا ايش؟ مع ثبوت الضغط، الضغط هون عندي ثابت البريشر. والنوع الثاني اللي هو بسموه بامب كالوريمتر، هذا التفاعل مسعر القنبلة، طب يعني قنبلة، اوكي، هذا بيستخدموه بيكون التفاعل at constant volume، يعني لا في عندي لا expansion ولا compression، الحجم شو بيكون هون عندي؟ الحجم ثابت. طبعا هاي الصور هنا في هذا السلايد بتكون اوضح، يعني بدنا نتكلم عن السلايد هون بالشكل هذا اوضح. من ايش مكون هذا الكافي كاب كالوريمتر يا بنات؟ الكافي كاب كالوريمتر اللي هو بيعمل التفاعل at constant pressure، بنعمل التفاعل هون at constant pressure. شو يعني دكتور at constant pressure؟ يعني أنا اللي بدي أقيسه هي عبارة عن الـ QP، أنا بدي أقيس حرارة، كيف تتغير حرارة؟ بما أنه at constant pressure إذا اسمه QP. شو إحنا حكينا اتفقنا الـ QP اللي هي عبارة عن delta H. معنى ذلك في الكالوريميتر اللي من نوع كافي كاب، اللي من نوع الكافي كاب اللي إحنا بنعمله at constant pressure، أنا الحرارة اللي بقيسها هي مباشرة directly change of enthalpy. يعني انا مباشره بقيس change of enthalpy، change of enthalpy. كيف هذا مكون؟ طبعا هذا مكون من عباره عن ايش؟ تعرفوا انتم
الشيء مصنوع من الفوم او الستايرين، بوليستايرين. تعرفوا ماده البوليستايرين يا بنات؟ زي الفلين، تعرفوها؟ الكاسات اللي الكاسات اللي الناس تشرب فيها قهوه، بس مش من الورق، لا من الفلين، بيكون فوم، بيكون مصنوع. اوكي، بس هو بسيط جدا يعني، حتى يمكن ما بعرف، اعتقد هاي التجربه بتعملوها انتم في اللاب، راح تعملوها انتم بس جزء ليتر يعني بالفصل بعدين. اوكي، انه هو عباره عن كاسين، هذا كاس اوكي بيكون مغلق عليه غطاء تبعته فوم، هذا طبعا انا هنا بس بشتغل الضغط ثابت، اي ضغط اللي هو الضغط الجوي الاتموسفيريك بريشر، انا هذا التفاعل بعمله ايش كونستانت بريشر اللي هو الاتموسفيريك بريشر، تمام اتموسفيريك بريشر. شو بيعملوا؟ طبعا هذا النوع من الكافي كاب كالوريمتر بالعاده يا بنات بيستخدموه مع الاحماض والقواعد، لذلك بيستخدموا عشان يحسبوا مثلا حراره التعادل هيت اوف نيوتراليزيشن، تعادل حمض مع قاعده اوكي بالاغلب يعني، ودائما هذا بيستخدموه مع الليكويدز مع السوائل، يعني اذا انا الرياكتنت عندي ليكويد مع ليكويد، سائل مع سائل، بخلطهم مع بعض حينتج عندي ناتج اخر برودكت، تمام اوكي. شو بيعملوا هم بالعاده؟ بيجيبوا الرياكتنت الاول، طبعا انا طبعا عشان اعمل تفاعل لازم يكون عندي بالحد الادنى تو رياكتنت، صح ولا لا؟ تو رياكتنت. بيجيبوا الرياكتنت الاول، بيجيبوا الرياكتنت الاول بحجم معين معروف، بحطوه داخل هذا الفوم الكاب اوكي. طبعا هذا في عندكم هنا استرر عشان يعمل تحريك تقليب، عشان اخلي الحراره دائما شو داخل المحلول تكون متجانسه هوموجينيس اوكي، عشان ما يكون شيء اللي عالي غير عن المنخفض او كذا، لا نفس الحراره، هذا الاسترار بستخدمه. وعندي انا الثيرموميتر فقط عشان اقيس التمبرتشر درجه الحراره الانيشال والفاينل، الانيشال والفاينل. فاذا انا بجيب الرياكتنت الاول بحطه هنا حجم معين وبقيس لدرجه حرارته، بشوف الحراره اللي هي تي 1 اللي هي تي انيشال، بعدين شو بعمل؟ بروح بضيف الرياكتنت الثاني، الماده الثانيه، بضيف ايش؟ الماده الثانيه، وبحرك مباشره لما اضيف ببدا في التحريك. طبعا وانا ببدا في التحريك بخلي عيني وين؟ تطلع على الثيرمومتر، تبدا تطلع وين؟ على الثيرمومتر عشان اقيس التي 2، شو اقيس؟ الحراره الثانيه. طب بدي اسالكم انا، اشوفكم فاهمين معي ولا لا. اذا انا رحت قست التمبرتشر الثانيه اللي هي تي 2 وكانت التي 2 اعلى من تي 1، اعلى من تي 1، معناته الان هذا التفاعل اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك؟ شو الحكي؟ شو بده يكون؟ اندوثيرميك. يا عيني عليك، اندوثيرميك، لا تنسوا هاي اللي حكيناها. اذا انا خلطت مادتين وطلع الحراره اعلى، المحلول سخن، شو يعني سخن؟ يعني تي 2 هاي معنى وورمر، يعني تي فاينل حتكون اعلى من التي انيشال. اوكي، معناته التفاعل شو بده يكون؟ اكزوثيرميك. والعكس اذا برد المحلول، شو يعني برد؟ ان التي فاينل الحراره النهائيه بتكون اقل من التي انيشال برد، معناته التفاعل شو بده يكون؟ اندوثيرميك. الان لو انا عندي هنا حمض مع قاعده، اسيد مع بيز، الاسيد مع البيز لا اكزوثيرميك. شو يعني اكزوثيرميك؟ حراره راح ترتفع، حراره ايش؟ راح ترتفع. يعني بمعنى اخر لو انا الحراره الابتدائيه كانت عندي مثلا 25 درجه مئويه، لما اضيف القاعده على الحمض، يعني انا كان عندي هون حمض HCl، رحت ضفت عليه صوديوم هيدروكسيد اوكي، حلاحظ انه الحراره ترتفع، ممكن تصير 45 او 50 تي 2، صار وورمر دافي، معنى ذلك انه هذا شو التفاعل بيكون؟ اكزوثيرميك. اذا الحراره بردت، اذا تي 2 نزلت عن تي 1 لا صار يعني بارد، معنى ذلك التفاعل شو بده يكون؟ اندوثيرميك. وهنا انا شو الشيء اللي بقيسه؟ مباشره بقيس الكيو بي، لان انا عملت هذا التفاعل اتموسفيريك بريشر عند الضغط الجوي العادي، ضغط ثابت عندي، فانا اللي بقيسه مباشره هي تشينج اوف وات؟ تشينج اوف انثالبي، تشينج اوف انثالبي، تمام يا بنات؟ طبعا هذا مصنوع من زي ما حكينا، هذا مصنوع من الفوم ستايروفوم، طبعا هذا مصنوع من الفوم، هاي ماده عازله اصلا، فما راح تمتص حراره، يعني هي هاي الماده نفسها الفوم، وانتم بتعرفوا هذا البوليسترين اصلا، البوليستايرين بيستخدموه في العزل، في العزل الحراري في الابنيه، فلذلك هو اصلا ما راح يمتص حراره، يعني هلا حدا بتيجي تحكي لي دكتور طب ما هو هذا الفوم يمكن يمتص جزء من الحراره، بحكي لك لا، لانه اصلا هي ماده عازله. اوكي؟ ماده عازله، فحتضل الحراره وين موجوده؟ في الداخل، يعني ما راح تطلع للخارج، حتضلها وين موجوده الحراره؟ في الداخل. بسيطة، التجربة هاي بسيطة جدا، أعتقد راح تعملوها أنتم في اللاب.
الآن كيف أنا بدي أقيس مقدار الحرارة هاي؟ كيف بدي أقيس الحرارة؟ هاي القانون. الانرجي ريليزد، الانرجي اللي تطلع من هذا التفاعل، شو تساوي الانرجي أو الهيت اللي أنا بدي أقيسها، مقدار الكيو اللي بدي أقيسها، هي عبارة عن حاصل ضرب. الاس شو حكينا؟ الاس حكينا رمزها يساوي السبيسيفيك هيت كاباسيتي للمادة ضرب الام اللي هي الماس، كتلة المحلول اللي ينتج عندي، ضرب ايش؟ دلتا تي. دلتا تي اللي هي عبارة عن تي 2 ناقص تي 1 اللي هي التغير في درجة الحرارة، تي 2 ناقص ايش؟ تي 1. والسبيسيفيك هيت كاباسيتي معروفة، كل مادة في الجدول بحفظهاش، اوكي؟ والام اللي هي الكتلة الماس، انا عارف شو الكتل اللي استخدمتها، انا بكون عارف شو الكتل اللي ايش اللي استخدمتها. طبعا هون احنا عندنا هاي محاليل سوليوشن، وبالغالب هاي بتكون محاليل مائيه، محاليل ايش؟ مائيه. شو بتكون كثافه الماء؟ كم كثافه الماء يا بنات؟ الدنسيتي اوف ووتر كم؟ مين تحكي لي شو الدنسيتي اوف ووتر؟ واحد. يلا بنات، 1 جرام لكل مل، صح؟ يعني بمعنى اخر لو انا اخذت 100 مل من الماء، يعني كم جرام؟ كم جرام؟ 100 مل من الماء يعني كم جرام؟ 100. كم جرام؟ علي صوتكم، مالكم؟ فيش حدا يرد علي؟ عندي 100 مل من الماء يعني كم جرام؟ يلا يا بنات. 100 جرام. 100 جرام، كلامك صحيح، 100 جرام. يعني عليك دائما كل يعني احنا كل المحاليل المائيه، كل المحاليل المائيه الدنسيتي تبعتها 1، لان انا مخففها في المي، اعملها في المي، مذوبها في المي، فلذلك خلص الدنسيتي 1، فالحجم هو نفس الكتلة. الحجم هو نفس الكتلة، يعني أنا لو جيت حكيت لك أنا أخذت مثلا 200 مل من محلول الـ HCl، حمض الـ HCl، مو هذا بناخذه مخفف، بنخففه في المي مثلا، بنعمل منه 1 مولر. مش إحنا في المي، مش درسنا في الكيمياء العامة الواحد كيف نحضر المحاليل؟ تتذكروا؟ جنرال كيمستري 1. فإذا أنا عندي 1 مولر مثلا من المحلول الحمض اللي هو الـ HCl، مو هذا مخففه في المي. فال 200 مل HCl هم نفسهم 200 جرام وزنتهم او الماس تبعتهم، فهمنا علي؟ فاذا انا عندي هون الماس هو نفس الحجم، نفس الحجم، كم الحجم عندي؟ هو نفس الحجم، هو نفس الماس عندي، ماشي الحال؟ فاذا انا الحجم بكون عارف. دكتور الحجم. تفضل. نعم نعم يا اختي تفضلي. هنا الحراره ما احولها الى كلفن في هذا القانون؟ حولي هذا الكلفن، مش هتفرق معك. ليش؟ لان انا بدي اخذ، شو بدي اخذ بالنهايه؟ ايش بدي اخذ؟ الدنسيتي. فيعني انا مثلا على سبيل المثال لو انا عندي حراره كانت تي 1 25 سلسيوس، تمام، وتي 2 صارت 40 سلسيوس، شو حاصل الطرح بيناتهم؟ تي 2 ناقص تي 1، 40 ناقص 15 ناقص 25، شو بده يطلع عندك الجواب؟ 15، صح؟ الدلتا تي شو حتكون؟ ايه 15، تمام. طيب لو انا بدك تحوليهم للكلفن، ال25 حوليها للكلفن، شو بتطلع؟ 298، اوكي. وال40 حوليها للكلفن، يعني ضيف عليها كمان 273، ماشي الحال. بعدين روح اطرح القيمتين من بعض، حيطلع الفرق نفس الكلام 15، هو لان انا بدي اخذ دلتا في النهايه، حاصل الطرح، صح ولا لا؟ الدلتا ايه، فهي نفسها مش حتختلف معك الدلتا، اوكي. فاذا انا عوضت بالكلفن ولا خليتها بس نفس الكلام مش هتفرق معي، لان انا بدي اخذ ايش؟ حاصل الطرح. شو بدنا ناخذ احنا؟ حاصل الطرح. حاصل ايش؟ الطرح. واضح يا بنات؟ واضح. شوف هذا السؤال، هذا انا نحل سؤال مع بعض. سبوز هذا مثال تطبيق مباشر على البامب على الكافي كاب كالوريميتر. اي سبوز وي ميكس، نخلط 50 مل 50 مل من مين؟ من محلول او حمض الـ HCl اللي تركيزه 1 مولر، على اي حراره خلطته؟ على 25. اذا T1 كم عندك؟ T1 25 سلسيوس، اذا الحراره الابتدائيه T1 او T initial 25 درجه مئويه. كم انا اخذت من الـ HCl؟ اخذت 50 مل، خلطته مع كم؟ ايضا مع 50 مل من مين الان؟ من القاعده، من الصوديوم هيدروكسيد، على اي حراره؟ ايضا 25. وين حطيتهم؟ خلطتهم في كالوريميتر، او اذا بدنا نكون ادق لازم نحكي ان كافي كاب كالوريميتر، كافي كاب كالوريميتر. الان عمليه الخلط after the reactant are mixing the temperature is ايش؟ is observed to increase. كم ارتفعت الحراره؟ صارت 31.9 بالعشره سلسيوس، اللي هي شو تمثل؟ تمثل ال T2 الفاينل، الحراره النهائيه. وانا حكيت لكم من شوي انه دائما تفاعلات الاحماض مع القواعد
هذا اكزوثيرميك رياكشن، شوف صار وارمر، صار التفاعل ايش؟ وارمر الان. ليش وارمر؟ ارتفعت الحراره. تي 2 اعلى من تي 1، هذا اكزوثيرميك رياكشن. شو بحكي لك الان؟ كالكوليت ذا ريليست هيت، احسبي لي الحراره اللي انطلقت من هذا التفاعل. ريليست مو اكزوثيرميك رياكشن، هي معنى كلمه ريليزنج، اكزوثيرميك رياكشن. شو مقدار الحراره؟ هي على القانون، هي حل السؤال. الانرجي ريليست نفس شو القانون؟ اللي هو السبيسيفيك هيت كاباسيتي ضرب الماس للسوليوشن ضرب الدلتا تي. ضرب مين؟ الدلتا تي. الان دلتا تي بقدر احسبها ولا لا؟ خلص مباشره 31.9 بالعشرة ناقص 25، شو بتطلع دلتا تي؟ 6.9 بالعشرة. 6.9 بالعشرة تمام. الان شو انا لازم برضو اعرف؟ الماس. ايش هو الماس اوف سوليوشن؟ شو الكتله المحلول؟ اللي هو عندك الاحجام صح ولا لا؟ الكتله هي نفس الحجم. شو الحجم اللي عندي انا للرياكتنت؟ وانا بنات القانون، وين راح القانون؟ الام اللي هي الماس اوف سوليوشن تبع الرياكتنت اللي انا بديت فيه. واضح؟ تبع مين؟ حجوم او كتله السوليوشن للمواد اللي انا بديت فيها. شو المواد اللي انا بديت فيهم؟ انا بديت في الات سي ال وبديت في الصوديوم هيدروكسيد. كمل بديت من الات سي ال 50 مل، وكمل بديت في الصوديوم هيدروكسيد ايضا 50 مل. اذا شو المجموع الكلي؟ كمل 100 100 مل. 100 مل. اذا هم كم جرام بده يكون؟ هاي محلي المائي. اذا كم جرام؟ 100 مل. كم جرام بده يكونوا؟ 100 جرام. اذا هم نفسهم ال 100 جرام. اوكي، هاي انا عشان الكتله انا عندي حجم 100 مل ضربته في الكثافه. طبعا الكثافه تبعت المي هي 1 جرام بير مل، المل مع المل اختصروا، اذا هم عباره عن 100 جرام. او كثافه زي ما مكتوب هنا 1 في 10 قوه 2 هي نفسها يعني 100. شو المشكله يعني؟ اوكي، اذا نفسه، اذا الحجم هو نفس الكتله، الحجم هو نفس الكتله. ليش يا دكتور؟ لان انا عندي محاليل مائيه اكيوس سوليوشن، عندي محاليل مائيه اكيوس سوليوشن، فالكثافه هي كثافه المي، كثافه المي هي 1، فالحجم هو نفس الكتله. خلاص؟ طيب شو بضل انا اذا الماس عرفته ودلتا تي عرفتها، شو بضل انا مجهول بالنسبه لي؟ السبيسيفيك هيت كاباسيتي. مش احنا عمالنا نتكلم عن محاليل مائيه، عن اكيوس سوليوشن صح؟ مش احنا بنتكلم عن اكيوس سوليوشن؟ مظبوط يا بنات؟ اذا السبيسيفيك هيت كاباسيتي للليكويد ووتر، طبعا هاي محاليل مائيه، هاي السبيسيفيك هيت كاباسيتي للليكويد ووتر كم القيمه؟ 4.18%. ما حكينا ما نحفظهاش هذه القيمه، تعطى لكم بالامتحان، تكون معروفه لك، تعطى لك كثوابت. اذا ال H2O اللي هي محاليل مائيه السبيسيفيك هيت كاباسيتي 4.18%. فاذا باخذ القيمه هاي، باخذ القيمه هاي اللي هي 4.18% جول لكل سلسيوس جرام ضرب الكتله اللي عندك بالجرام اللي هي الماس ضرب التمبرتشر بالسلسيوس، فعندك سلسيوس مع سلسيوس اختصرت، الجرام مع الجرام اختصر، اضرب كل هذا بيطلع عندك المقدار اللي احنا بدنا اياه. 2.9 بالعشرة في 10 قوة 3 جول، يعني هي 1 2 3 يعني حوالي عن طب 2.9 بالعشرة في 10 قوة 3 جول، لو انا قلت لك بدي الجواب طلعي لي اياه بالكيلو جول، شو بيطلع الجواب؟ بالكيلو جول. شو بيطلع الجواب بالكيلو جول؟ مين تحكي لي؟ 29 من 1000. كيف بتطلع؟ 29 من 1000. بنات طلع الرقم، طلع الرقم عندكم 2.9 في 10 قوة 3 جول. 2.9 في 10 قوة 3 جول، في 10 قوة 3 جول. حولي لي هذا الجواب بالكيلو جول، شو بيطلع الجواب؟ 2.9. بس لحالها 2.9 كيلو جول. ليش؟ لأنه أنا بدي من جول إلى كيلو جول بدي أقسم على 1000 أو على 10 قوة 3 فهي تروح مع بعض، صح ولا لا؟ إذا شو بيطلع الجواب؟ 2.9 كيلو جول، لو أنا بدي إياه الجواب يكون بوحدة الكيلو جول. مفهوم السؤال؟ مفهوم الحل؟ حل بسيط جدا، حل بسيط جدا. شوفوا كمان سؤال اخر، سؤال ثاني احكي لنا. دائما بنات عشان تكونوا انتم فاهمينها، دائما وابدا هذا النوع من الكالوريميتر اللي هو الكافي كاب كالوريميتر انا بستخدمه الرياكتنت بتكون سوليوشن. الرياكتنت شو بتكون؟ محاليل مائيه سوليوشن تمام؟ دائما الكافي كاب كالوريميتر دائما هذا النوع انا الرياكتنت اللي ببدا فيهم المتفاعلات بتكون محاليل، محاليل مائيه ليكويد. ماشي الحال؟ ليكويد. ماشي؟ لكن النوع الثاني اللي هو هذا النوع اللي هو بسموه بامب كالوريميتر لا، الرياكتنت بتكون سوليد.
بحرقها حرق. الرياكتنت شو بتكون؟ سوليد، عشان تعرف تميز يعني متى استخدم هذا متى استخدم هذا. هذا النوع الكافي كاب كالوريمتر الرياكتنت بتكون ليكويد سوليد اكيوس سوليوشن، محاليل مائيه. هون لا، هذا النوع لا، انا بستخدم سوليد. الرياكتنت بتكون ايش؟ سوليد. الرياكتنت شو بتكون يا بنات؟ سوليد. طيب ناخذ هذا المثال الثاني، بحكي لنا وين 1 لتر، شوف 1 لتر اوف 1 مولر من الباريوم نيتريت سوليوشن. انا اخذت محلول اللي هو باريوم نيتريت اللي هو تركيزه 1 مولر، كم اخذت منه حجم؟ 1 لتر. 1 لتر. طب اسالكم سؤال، ال1 لتر يعني كم الماس تبعته، كم الكتله؟ يلا ال1 لتر كم الكتله؟ 1 كيلو. بدي الكتله بالجرام، بدي الكتله بالجرام. كم تطلع الكتله؟ 1000 جرام. صحيح كلامك. ليش 1000 جرام؟ عشان نبين لزميلاتك اللي بجوز مش عارفين، ليش 1000 جرام؟ لأن الواحد لتر فيها 1000 ملي، ف1000 ملي تساوي 1000 جرام. يا عيني عليك، يا عيني عليك. سمعتوا زميلتكم شو حكت؟ بعيد مرة تانية. ها الواحد لتر شو الكتلة تبعته الماس؟ الواحد لتر هو عبارة عن 1000 ملي لتر. 1000 ملي لتر هم عبارة عن 1000 جرام، لأنه الكثافة الدنسيتي خد معناها هي 1 جرام لكل ملي. طب أنا عندي 1000 ملي، معناته هم بيكونوا 1000 جرام. ماشي الحال؟ معناته أنا الباريوم نيتريت كم الوزن تبعته الماس؟ كم الوزن الام تبعته؟ 1000، 1000 جرام. هذا خلطته على أي حرارة؟ شو كانت الحرارة الابتدائية؟ 25 درجة مئوية. خلطته مع مين؟ هاي مع المادة الثانية اللي هي إيش؟ صوديوم صلفيت. خلطته مع صوديوم صلفيت محلول مائي، نفس الكلام تركيزه 1 مولر. شو أخذت منه؟ 1000 لتر. شو يعني 1000 لتر من الصوديوم صلفيت؟ يعني عبارة عن 1000 جرام. معناته لو اسالكم سؤال الان، التوتال ماس الام الكليه اللي عندي للرياكتنت كم مقدارها؟ كم الام عندي هون التوتال؟ 2000 جرام. 2000 جرام. يعني على شفنا كيف؟ ها عشان انا ارتب معطيات السؤال. اذا هاي انا اول معطى اللي الان عرفته اللي هي الام تساوي 2000، 2000 جرام. طيب شو التي 1 الحراره الابتدائيه؟ 25 سلسيوس. تمام؟ بحكي لك هذول المادتين انا خلطتهم في كالوريمتر اللي هو كافي كاب كالوريمتر، اعطاني رواسب. شو تكون عندي؟ بريسيبتيت وايت سوليد اللي هو باريوم سلفيت فورمز. هذا الحكي اللي احنا درسناه في الفصل الدراسي الماضي في الجنرال كيمستري 1 لما حكينا انه انا بخلط مواد حتعطيني بريسيبتيشن. الباريوم سلفيت دائما السلفيت مع الباريوم حاعطيك راسب لونه ابيض. تمام. الان بحكي لك اند ذا تمبريتشر اوف ذا ميكستر انكريزز. ايوه ارتفعت الحراره، ارتفعت. مع شو ارتفعت؟ إذن هذا التفاعل إكزوثيرميك ولا إندوثيرميك؟ إكزوثيرميك. عيني عليك، أحسنتي. إكزوثيرميك يعني رح نشعر إنه صار ساخن، وارمر المحلول، فخم. ليش؟ ارتفعت الحرارة من 25 صارت 28 وواحد بالعشرة. إذن تي 2 عرفتها ولا ما عرفتش تي 2؟ عرفته. إذن بقدر أحسب الدلتا تي ولا لا؟ بقدر؟ إيه. أحسب الدلتا تي؟ إيه. بقدر. إذن أنا الدلتا تي الآن صارت بالنسبة لي معروفة، الكتلة الماس معروفة، صح؟ شو بتضل عليك؟ شو تعرفي؟ السبيسيفيك هيت كاباسيتي هي تبعت المي، اعطاك اياها حتى هو بالسؤال. طيب بحكي لك assuming the calorimeter observed only a negligible quantity of heat. انا حكيت لكم اياها من شوي، قلت لكم هذا الكالوريمتر بيكون اصلا ستايرين فوم فما بمتص حراره. اوكي يعني نيجليجبل، ما بمتصش حراره. يعني هو هون ذكر لك اياها في السؤال، مش مشكله. بحكي لك هون السبيسيفيك هيت كاباسيتي للمحلول هي تبعت مين؟ 4.18%. تبعت مين هاي؟ تبعت المي، صح؟ تبعت مين هاي؟ تبعت المي، تبع حق المي بالضبط. وهي حكى لك انه الدنسيتي الكثافه للمحلول كم؟ الكثافه المحلول 1 جرام برميل عشان تقدر تطلعي منها الكتل. شو حكى لك؟ كالكوليت ذا انثالبي تشينج، بتحسب الانثالبي احنا الدلتا اتش او هي الكيو بي لكل ايش؟ بير مول، لكل واحد مول. بير مول يعني كل واحد مول من مين؟ من الباريوم سلفيت اللي تكون عندي الباريوم سلفيت. طبعا في هاي الحاله لازم برضو يعطيك المعادله. هاي معطيات السؤال، اذا احنا هاي معطيات السؤال تي انيشال 25، التي فاينل 28 واحد بالعشره، السبيسيفيك هيت كاباسيتي اعطاك اياها، والدنسيتي عرفناها، هاي الحجوم، هاي المعادله، هاي المعادله. هذول سميناهم ايونات زي مثلا النيتريت والصوديوم، صوديوم بلس والنيتريت سميناهم سبكتيتر ايونز. تتذكروا بالجنرال كيمستري 1 لما درسناهم سميناهم سبكتيتر ايونز بروحه في المعادله. شو ضل عندي؟ باريوم زائد السلفيت بعطيك باريوم سلفيت. شو متكون عندي؟ كم مول؟ يعني الريشيو 1 لواحد، 1 مول مع 1 مول بعطيني 1 مول. الان سؤال،
بدي احسب الحراره الهيت، بدي احسب ايش الهيت بهذا التفاعل. شو الهيت تساوي؟ مش قلنا عباره عن حاصل ضرب، فيش غيره بنات، قانون يتيم ما في غيره، عباره عن السبيسيفيك هيت كاباسيتي ضرب الماس ضرب التمبرتشر. الدلتا تي، الدلتا تي مش بعرف احسبها، كيف اجيب الدلتا تي؟ عباره عن تي 2 ناقص تي 1، تي 2 ناقص تي 1. الماس اتفقنا عليها، شو الماس تساوي؟ 2000، لانه هون انا عندي 1000 جرام ومن هون عندي برضه 1000 جرام، اذا الماس كم بتساوي؟ 2000. والسبيسيفيك هيت كاباسيتي اعطاني اياها، هي قيمتها، بقدر اضربهم في بعض ويطلع عندي الجواب. يا دكتور هي بقدر، هي الكتله عندي الماس 2000 جرام، الدلتا تي 3.1 بالعشرة بين تي 2 وتي 1، الهيت اضربي السبيسيفيك هيت كاباسيتي في الكتله في دلتا تي تطلع عندك القيمه 2.6 بالعشرة في 10 قوه 4 جول، في 10 قوه 4 ايش؟ جول. هذه مقدار الحراره اللي انا نجت عندي، مقدار الحراره اللي بتنتج عندي الهيت ايفولد او ريليز اللي طلعت عندي. طبعا هنا بما انه هذا تفاعل اكزوثيرميك، اذا شو لازم نحط الاشاره؟ نيجاتيف. مش هذا اكزوثيرميك، لازم نعطيه اشاره ايش؟ سالبه. اوكي، اللي هي مقدار الدلتا اتش تشينج اوف انثالبي، شو لازم تحط الاشاره؟ سالب، لانه هذا تفاعل اكزوثيرميك. ليش اكزوثيرميك؟ لانه ارتفعت الحراره تي 2 اعلى من تي 1، اذا صار المحلول وورمر، اذا هذا التفاعل ايش بيكون؟ اكزوثيرميك. الان شو السؤال حكى لي؟ قال لي احسبي لي اياها الحراره لكل واحد مول. بير 1 مول لمين؟ للباريوم سلفيت، لكل واحد مول، لكل ايش؟ واحد مول. كيف بدي احسب؟ انا الان حسب المعادله اللي عندي، حسب المعادله، وين هاي المعادله؟ واحد لواحد لواحد، واحد لواحد لواحد، صح؟ الريشيو مش انا عندي هنا 1 مول من الباريوم، من الباريوم نيتريت مع 1 مول من الصوديوم سلفيت، اوكي تمام، بعطيني 1 مول من الباريوم سلفيت. اذا ليش بكلياتها ايش؟ واحد لواحد لواحد. اذا شو حتكون بهذه الحاله؟ انا اخذت ايش عندي؟ اخذت 1 مول، 1 مولر لتر، انا عندي 1 مول، اذا عندي 1 مول من الباريوم مع 1 مول من السلفيت حيعطيني 1 مول، اذا نفس القيمه، المقدار هذا اللي طلع عندي هو نفسه لكل ايش؟ لكل 1 مول. طبعا انا بدي هنا ضرب 10 2.6 بالعشرة في 10 قوه 4 بالجول، هون بطلع لك الجواب بالكيلو جول، بالكيلو جول يعني قسم على 1000، قسم على 1000 على 10 قوه 3 مع 10 قوه 4 بتضل 10 قوه 1، وحرك الفاصله منزل واحده صارت 26 كيلو جول لكل مول. اوكي، فهذا هو السؤال، هذا حل السؤال. سهل ولا صعب حله؟ سهل ولا صعب؟ سهل مفهوم يا سهل سهل جدا. اذا احنا بنلعب او بندور في نفس القانون، الهيت ايفولد هي عباره عن السبيسيفيك هيت كاباسيتي ضرب الماس ضرب الدلتا تي. السبيسيفيك هيت كاباسيتي قلنا ما بنحفظهاش، تعطى لنا بالامتحان، الدلتا تي تي 2 ناقص تي 1 الفاينل ناقص الانيشال، والماس احنا كلها محاليل مائيه بنتعامل معها، معناته الحجم الليكويد هو نفس الماس، الحجم هي نفسها ايش؟ الماس. اضرب في هالقوانين كلياتها الارقام في بعض تطلع عندك ايش؟ الجواب اللي احنا بدنا اياه. ماشي الحال يا بنات؟ اوكي، ماشي الحال؟ من عنده سؤال؟ من عنده ملاحظه؟ واضح؟ طيب شو باقي لنا احنا؟ طيب الكونستانت فوليوم، الكونستانت فوليوم خلينا بنحكي المحاضره الجاي، ماشي الحال؟ كونستانت فوليوم يعني خلينا نحكي المحاضره الجاي. يعطيكم العافيه، شكرا لكم. اوكي بنات، نحكي يوم اوكي المحاضره الجاي. ان شاء الله.